السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، أسعد الله أيامكم بكل خير. وأولى حلقات هذا البرنامج الرائع اللي من خلاله إن شاء الله نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيف ننور أفكارنا، كيف ننور سلوكنا، كيف ننور تعاملاتنا. قرآنا يمشي برنامج إن شاء الله كل سبت بعد منتصف الليل نكون معاكم، ويكون ضيفنا هو العلامة فضيلة الدكتور مجدي الشريف، المشرف العام على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، والمستشار العلمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الله يرضى الدكتور، عنك ويحفظك. وبرنامج قرآن يمشي في أولى حلقاته، آمين يا رب. واللي يعني حضرتك أحسنت وضع عنوان آمين. ليها رائع النهاردة، وهو الباحثون عن الحقيقة. نعم. واحنا بنبحث عن الحقيقة دايما يا دكتور مجدي، الحقيقة يعني ساعات بتاخدنا السبل يمينا ويسارا، وبعض الجهد حتى نصل إلى الحقيقة. تقصد حضرتك ايه بالباحثون عن الحقيقة؟ الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه خلق الحقائق وأمر الإنسان أنه هو يتجه إلى الخير، نعم، وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة يعمل نعم الله تبارك وتعالى عليه، يعمل تفكيره ويعمل سلوكه ويعمل معاملاته ويحسن التفكير زي ما ربنا أمر كده، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبالطبع في خلال هذا الموضوع يعني نتناول كيف يتنور تفكيرنا، نعم، إزاي نفكر صح، لأن الحقائق لا تتغير، لكن اللي بيتغير في الحقائق هو اختلاف وجهات النظر. طيب، ما هنا يعني الحقيقة أنا هحتاج لمزيد من الترتيب والتفصيل في هذه النقطة، ولكن اسمح لي وإحنا النهاردة بنتكلم على يعني الأدلة القاطعة، نعم، والدين الحق، نعم، وإزاي النهاردة يعني نعيد ترتيب أفكارنا ونراجع حياتنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان الـ يعني المحور اللي بحتاج من حضرتك ان احنا نستفيد فيه انه الدين الحق، الدين الاسلامي هو الدين الحق. نعم. يعني هل الدين يزيد ام ينقص؟ نعم. كون ان الاسلام هو الدين الحق، هذه حقيقة، كيف نتأكد من انها حقيقة؟ نعم. ممكن انسان ينظر الى هذه الحقيقة من منظور معين ويتأكد، يعني كل الأبحاث اللي ربنا خلقها على كوكب الأرض، أبحاث الفضاء، أبحاث علوم الطب، أبحاث الجيولوجيا، جميع الأبحاث كلها بتثبت للإنسان هذه الحقيقة، إن دين الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل جميع المجالات في كل الدنيا كلها تؤدي بالإنسان لمعرفة أن دين الله تبارك وتعالى هو الدين الحق. ولكن ما الذي يمنع بعض الناس أن هو يرى بأن دين الله هو الدين الحق؟ أن ينظر من منظور غير صحيح. ينظر مثلا بروفيسور موريس بوكاي في أول كتابه قال كلمة جميلة، كتابه هو القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، من فضل الله ورحمته ترجم إلى كل لغات الدنيا، ولا يوجد إنسان على كوكب الأرض يطلع على هذا الكتاب إلا ويسلم لله رب العالمين. قال كلمة عجيبة جدا، قال: في الحقيقة لم أكن أعلم أحدا على كوكب الأرض كان يبغض الإسلام أكثر من بغض الإسلام. يعني هو شايف أنه هو أكثر إنسان كان أشد عداوة للإسلام، قال بسبب تربيته التي كانت تدعوه إلى بغض الإسلام بدون السبب، بدون السبب. إذا هنا منظور، يعني ما تسألش ما تتكلمش دي صح، ما تسألش ما تتكلمش دي غلط. ولكن كيف يتمرن الإنسان ويتحرر؟ يتحرر إزاي؟ إن هو يعمل ما آتاه الله، إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولة. ربنا بيسألك عن عن التفكير لأنه أعطاك العقل. لذلك سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي قال: ويحك إنك لرجل لبيب شاعر، ما يخفى عليك القبيح من الحسن، ما يمنعك أن تسمع لهذا الرجل؟ إن كان أمرا حسنا قبلته وإلا رددته. ميلر في الشهور القليلة اللي فاتت دي بدأ يفكر، قاعد فاضي، ربنا تصدق عليه إنه يفكر صح، يقول أنا ربنا خلقني ليه؟ وهذه النقطة المعروفة. ملك المصطفى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أعطى الإنسان الإمكانية إن هو يعني يسأل أنا اتخلقت ليه؟ ويطلب من ربنا، لأن النقطة دي مهمة جدا. لا يوجد قيمة لأي شيء، أي شيء في الكون قيمة هذا الشيء بقدر ما يحقق الغرض الذي صنع من أجله. بس أنا عايز أرجع مع حضرتك تاني في موضوع يزيد ولا ينقص. نعم. يعني عايز البشريات. نعم. في أن الدين يزيد ولا ينقص. طبعا هذه الكلمة سأل عنها هرقل لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسائله المباركة إلى كل ملوك الدنيا، والحمد لله أسلم النجاشي، أسلم ملك البحرين، أسلم ملك اليمن، وملك مصر عندما جاءته الرسالة قال: نعم لقد علمت أنه قد بقي نبي، وأرسل بالهدايا المعروفة الأربعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهرقل قال كلمة جميلة لما أحب أنه يسأل عن الرسول عليه السلام، فأرسل من قومه من يأتيه بناس من مكة ومن قريش يعرفون الرسول عليه السلام، فكان على رأس هؤلاء الناس أبو سفيان قبل إسلامهم، فسأله كيف نسبه كيف كذا، لكن سأله سؤال جميل جدا، قال له: أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ طب ليه بيسأل السؤال ده؟ لأن عارف أن أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ربنا خلقهم وقرر سبحانه وتعالى أن هم دائما يزيدون ولا ينقصون. الله لذلك في ما شاء الله تقرير كان موجود في وزارة الشؤون الإسلامية من كم سنة، وده تقرير الأمم المتحدة، يعني مثلا الفئة الفلانية معدل زيادتهم في السنة كذا في المية، معدل كذا، معدل زيادة الفلوس مش عارف 67%، معدل مثلا زي كذا، إلا المسلمين قالوا معدل زيادة المسلمين 256%. الله سبحان الله. هذا لا يستطيع أحد إن هو يعني يقف أمام رحمة ربنا، أو ما ينكره، يعني لا يستطيع أحد أن ينكره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فسيدنا عيسى عليه السلام قال كلام واضح جدا، بيقول لبني إسرائيل: الحق أقول لكم إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويعطى إلى أمة أخرى. اللي سيدنا موسى عليه السلام أعلمهم، قال: لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم الله لكم نبيا من وسط إخوتكم، إخوة بني إسرائيل هم بني إسماعيل العرب. وكل الحمد لله كل الصادقين من الكتاب عارفين إن النبي الخاتم من نسل سيدنا إسماعيل بلاد العرب. فسيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام بيفسر لبني إسرائيل الكلام اللي قاله سيدنا عيسى، قال لهم: يشبه ملكوت السماوات مثل بذرة إذا وضعتها في الأرض فهي أصغر البذور، حتى إذا نمت فهي أكبر البذور. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم كفار. يعني معناها دائما نكون في زيادة مستمرة، وهذا من فضل الله حتى يتم وعد الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخلوا هذا الدين. فلما سيدنا أبو سفيان قال له بل يزيدون، فهرقل عرف إن إيه، إن هذه صفة من صفات أمة هذا النبي الخاتم. فبعد ما سمع الكلام: بماذا يأمركم؟ يأمرنا بعبادة الله وحده وصلة الأرحام وما إلى ذلك. بعد كده هرقل قال كلمة جميلة جدا، التفت إلى قومه وقال: إن يكن هذا هو النبي فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وبقيت الحديث الله أكبر. نعم. ما شاء الله. يعني هي كانت دعوة. نعم. مراقبة أن الدين يزيد ولا ينقص. تمام. كانت حتى من دعوات القديمة، وبدأت من هرقل في حواره مع يعني أهل مكة لما راحوا عشان يعيدوا المسلمين. نعم. وهي دعوة من حضرتك إن احنا دايما نراقب. نعم. نتعلم. نعم. وآخر التقارير اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي من الأمم المتحدة
بأن الدين في زيادة تمام. وليس في نقصان. نعم. طب يا دكتور، واحنا بنقول إن كان ده يعني دورنا في إن احنا نراقب، يعني ونحن زي ما نقول إن كنا نعتبر أنفسنا باحثون عن الحقيقة. نعم. الحقيقة أن الشباب بيكلموني، معانا مداخلة؟ طيب. واحنا باحثون عن الحقيقة، لا أنا مش سامعكم يا شباب، معلش مش سامع. معانا مداخلة الأستاذ أحمد؟ طيب حاضر، اسمح لي يا دكتور، هو تفضل سؤال مهم ولكن ناخد الأستاذ أحمد الأول. تفضل. معانا الأستاذ أحمد، اتفضل. الو، مرحبا يا فندم، أهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك، اتفضل. عايز اسال الدكتور مجدي سؤال لو سمحت. طيب هستأذنك بس نوطي الصوت بتاع التلفزيون وكلمني من التليفون من فضلك. اتفضل اسأل. ماشي، مع حضرتك يا دكتور. اتفضل. فضيلة الشيخ، حضرتك هو في سؤال بس يمكن خارج يعني عن بعيد عن موضوع حلقتنا، بس يعني ايه، بس حابب اعرف اجابته. اتفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع للمسلمين وغير المسلمين؟ ولا للمسلمين بس؟ حاضر حاضر، خلي فضيلة الدكتور يجاوبك. السؤال انه هل شفاعة النبي للمسلمين فقط ام يعني تنال غير المسلمين؟ هو طبعا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لكل الناس يوم القيامة، نعم، يشفع لجميع الناس حتى يبدأ الحساب، لأن كل الناس بجميع الأمم يذهبون إلى الأنبياء يعني واحدا تلو الآخر، ويكون يعني نفسي نفسي ليس الأمر عندي، حتى يذهب كل الناس بجميع فئاتهم بجميع أممهم للرسول عليه الصلاة والسلام فيقولوا أنا لها، فيشفع عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت عرش الرحمن، والله تبارك وتعالى يفتح عليه محامد نعم فيحمد الله عز وجل ويطلب من الله الشفاعة، إن الله تبارك وتعالى يبدأ حسابه مع الناس، فتكون هذه الشفاعة العامة لجميع الناس حتى يبدأ الحساب، جاي ثم بقى. شفاعة خاصة لأهل لا إله إلا لأهلي الله. أهل لا إله إلا الله، نعم. دي اللي هي الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالم. وكمان كذلك الشيء العظيم جدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعطينا بشرى جميلة من الشفاعة الخاصة. من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده، شوف الشفاعة توصل هنا بقى إيه، شفاعة خاصة هنا، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. لا إله والحديث إلا في صحيح الله، الجامع. ربنا يحفظك يا دكتور. بص حضرتك المحاور، اتفضل. الكلام ده يخليني تاني أراجع مع حضرتك وأقول لك، طيب ده يخليني برضو براجع نفسي، أنا عايز أراجع نفسي، أنا اتخلقت ليه؟ الله، يعني لماذا خلقنا؟ لماذا لا. خلقنا الله؟ هذا يا دكتورنا الحبيب في أهم النقاط في تنوير التفكير. نعم. من أهم نقاط تنوير التفكير. طب ينفع أول قبل ما شيء، قبل ما نخش في تنوير التفكير، لأن أنا النقطة دي محتاجة أسمعها من حضرتك أوي. معايا الأستاذة انتصار وعايزة تعمل مداخلة مع حضرتك. أهلاً وسهلاً. اتفضلي يا فندم، قبل انتصار اتفضلي. أيوة حضرتك، ممكن أسأل الدكتور مجدي على حاجة؟ اتفضلي يا فندم. أنا من البيضة، كنت عايزة أسأل الدكتور مجدي لو كان ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرامل السلام. يوميًا. موقف النبي من الأرامل، حاضر. الله. تسألنا عن يعني كيف كان يهتم النبي بمن مات زوجها. الله أكبر. زوجها. الله. كلنا نعرف حديث الرسول عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني أول من يحرك حلق الجنة إلا أنه تنازعني امرأة. نعم. يعني الرسول عليه السلام بيخبر عن المكانة العالية، المكانة العظيمة التي تحظى بها المرأة عندما تقوم على تربية أبنائها، وخاصة عندما لا يكون معها معين من زوج أو غيره. فقال عليه الصلاة والسلام إني أول من يحرك حلق الجنة إلا أنه تنازعني امرأة، فأقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة صبرت على أبنائي حتى بانوا. الله أكبر. أنا تعبت وفضلت مركزة في تربية الأبناء لغاية ما كبروا وتستروا كل واحد بقى ليه ما شاء الله. يعني أبشري أختي العزيزة قبل انتصار أنه يدك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لو صبرت على أبنائك وتحملت ما أنت فيه الله. إن شاء الله تكوني من أهل الجنة بإذن الله، ربنا يحفظك. تنوير التفكير يا دكتور، لماذا خلقنا؟ من أعظم الأشياء التي يعني يتنور بها تفكيرنا أننا أعرف
إن قيمة مثلا التلاجة في إن هي تبرد، نعم قيمة المروحة إن هي تجيب الهواء، تخرج الهواء، نعم قيمة القلم إن هو يكتب نعم بقدر ما يكتب جيد بقدر ما يكون قلم جيد، نعم قيمة السيارة إن هي تمشي، نعم قيمة. طيب قيمة الإنسان في إيه؟ أن يحقق الغرض الذي خلق من أجله. كيف نعرف الغرض الذي خلقنا من أجله؟ من ربنا الذي خلقنا، الله أكبر الله أكبر، من ربنا الذي خلقنا. نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة، وهنا أمر جميل جدا جدا، ربنا من رحمته خلانا نشوفه بعينين الاثنين، لأن من أعظم ما أنعم الله به على أمة النبي الخاتم إن صلى الله هم عليه وسلم. يشوفوا ما أوحي إليهم من القرآن والسنة. نعم يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يخبروا الناس بالشيء ثم يعطونهم المثال ليتخيلوا هذا الشيء. مثلا كل الأنبياء قالوا للناس أن الدنيا صورة والآخرة هي الحقيقة، الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار. كل الأنبياء أوضحوا للناس هذا الأمر، فجميع الأنبياء كانوا يعطون المثال المثال الأمثلة حتى يتخيل الناس هذا الكلام. لتقريب هذا الشيء لهم. نعم لكن من رحمة الله عز وجل إن جعل أمة النبي الخاتم مش بمجرد إن هم يتخيلوا، لا يشوفوا هذا الكلام بعينيهم الاثنين. الله، لذلك سيدنا عيسى عليه السلام بيتكلم عن النبي الذي يأتي بعده يقول أنا آتيكم بالمثال، أنا بقول لكم الكلام وأعطيكم أمثلة، لكن هو يأتيكم بالتأويل، يعني الكلام اللي هتسمعوه منه هتشوفوه بعينيكم الاثنين. الله، لذلك ربنا قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الله وما ربك بغافل عما تعمل. الكلام الذي تقرؤونه بأعينكم سوف ترون تحققه بأعينكم. يعني الدكتور سنرى ما وعد به الله وما وعد به النبي، طب سنراه. احنا عرفنا في النقطة دي ان كل الانبياء قالوا ان الدنيا صورة والاخرة هي الحقيقة. طب تعالى ازاي النهاردة شفنا هذا الكلام؟ تجربة بسيطة جدا هناخدها في دقيقة واحدة، تجربة عالم في الذرة اللي هي نظرية رذرفورد عن جاب ورقة من الذهب زي ما تجيب ورقة من الألمنيوم ورقة من القصدير وهذه الورقة سلط عليها أشعة ألفا، دقائق ألفا هي اللي ليها الكتلة. طيب معانا رنا من القاهرة. تمام، كان معانا اتصال من الجزائر وما لحقناهوش. طيب بس معانا الأستاذة رنا من القاهرة، تسمح لي يا دكتور؟ طيب ونرجع للذهب تاني. يعني ما نكملش التجربة؟ لا هنكمل التجربة ونرجع للذهب تاني. تمام، بس قبل ما مش عايزين أولادنا يزعلوا مننا. نعم أستاذة رنا اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك ندى المعتصم مش رنا. ميس رنا؟ لا ندى المعتصم. ندى اهلا 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 بيكي، اهلا يا ابله ندى اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. معلش بس كان عندي سؤال للشيخ. اتفضلي. هل الانسان خليفه الله في الارض؟ وايه علاقتها بقوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه؟ الله، ده صوت الدكتوره ندى المعتصم بالله. اهلا وسهلا. يعني أهلاً بنتنا الشقيه ما شاء الله عليها، ربنا وسهلاً. يحفظها. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكي. طيب يا دكتوره ندى حاضر. يعني خلافة الإنسان لله. تمام، حديث جميل جدا يمكن أول مرة تسمعوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 117 اسما من تخلق بها دخل الجنة. مش 100 بس، بمعنى إيه؟ مش 99 بس. والحديث الآخر في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. ودايما نقول إن إثبات الشيء لا ينفي غيره، يعني إن الله في 99 اسم من أحصاها دخل الجنة لا ينفي إن في 117 اسم من تخلق بها دخل الجنة. ثم إن أسماء الله عز وجل لا نحيط بها علما، لا نحيط. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 117 اسما من تخلق بها دخل الجنة، يعني إيه؟ أنت خليفة الله في الأرض، الله رحيم، كيف تكون رحيم؟ الله سبحانه وتعالى كريم، كيف تكون كريم؟ إن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة كما في الحديث الصحيح. فإزاي إن أنا أتخلق بأسماء الله عز وجل، أكون خليفة لله عز وجل في الأرض، جبار أجبر بالخاطر، كما فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله أحد الوزراء بيقول له فضيلة الشيخ أنا عاوز حاجة بسيطة سهلة
بس تكون أجرها عظيم جدا. فالشيخ الله يرحمه سكت وبعدين قال له كلمة جميلة جدا، قال له جبر الخاطر. الله أكبر، الله جبار، يجبر الخاطر. الإنسان خليفة الله في الأرض. تمام. بما يعني يتخذ من تشبها بصفات الله. نعم، يتخلق يتخلق بهذه الصفات. نعم. طب معنا الأستاذ محمد من أليوب. طيب عايزين اهلا وسهلا. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا، الله يحفظك. بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ويجزاكم الله خيرا. ربنا يكبر خاطرك. انا قاعد انا واولادي بنتعلم منكم ايات الله وهدي النبيين صلى الله عليه وسلم. اسالكم الدعاء لنا ولامه سيدنا محمد. امين امين يا رب. ان ربنا يزيح عننا غمه كورونا والامراض كلها. امين يا رب. ربنا يكبر خاطرك انت واولادك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. ربنا يكبر خاطرك انت واولادك. شكرا يا شيخ مجدي. امين امين يا رب. ندعي لاهلنا في العالم كله. يا رب اللهم آمين. يا رب اللهم نزل رحمتك وبركاتك وأرزاقك في بلادنا في جميع بلاد العالم. آمين. اللهم آمين. 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 طب يا دكتور أرجع تاني لحضرتك وبقول إنه لولا هذه الاكتشافات الخطيرة الكبيرة الرائعة في هذا يعني العصر، لولا أنه كان يعني ما تأكدنا من كلام حضرتك بإنه سوف نرى بأعيننا. تعال نشوف النهاردة، لأن من صفات أمة النبي الخاتم إن ربنا أعطاها رحمة خاصة إن هي تشوف الوحي بأعينها، يعني مش مجرد أمثلة نتخيل بها الوحي، لا تحقق ونراها بأعيننا. رذرفورد لما جاب ورقة وسلط عليها أشعة قلب اللي هي دقائق قلب، لأن هي الأشعة الوحيدة اللي ليها كتلة، نفذت جميعها، عدت ولم يرتد منها إلا جزء من 100,000 جزء. في اللحظة دي أعلن لكل الدنيا أن الذرة فراغ. الذرة فراغ وجزء من 100,000 جزء اللي هو الإلكترونات والبروتونات. سبحان الله، أنا وإنت وجميع الخلق كل ما نراه بأعيننا هو عبارة عن ذرات. لا يوجد شيء نراه بأعيننا إلا هو مكون من ذرات. كل شيء، الجبال والبحار والإنسان والحيوان. صحيح. والنبات كله مكون من ذرات. والذرة فراغ، سبحان الله. والذرة عبارة عن إلكترونات وبروتونات فقط بتسير في هذا الفراغ الهائل. 100,000 جزء فاضي إلا جزء من 100,000 جزء، معناها إن هي ريشة واحدة ورسمت كل ما نراه. الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود بيقول لنا كوكب الأرض بكل ما فيه من بحار وجبال وإنسان وحيوان، لما نشيل منه الفراغات تتجمع الإلكترونات والبروتونات مثل حجم العدساية إلى الحمصاية. الله بس. الله الله، يعني إحنا هوا. كيف الله تبارك وتعالى أقامها وجعل لها الهياكل؟ لأن الله هو الحي القيوم. كيف أخرج الله تبارك وتعالى الحي من الميت وأخرج الميت من الحي؟ الله هو الحي القيوم. يعني أنا أقدر أقول تحية لعصرنا الحديث. والذي تم اكتشاف هذه يعني الأجهزة التي ساعدتنا. في أن نرصد مثل هذه الأمور ونتأكد بأن يعني وعد الله ووعد النبي كان لنا. تحية إلى عصرنا الحديث بما حبان الله فيه من رحمة، قبول البحث العلمي، حب البحث العلمي. ناخد اتصال دكتور ونتكلم على البحث العلمي. أحسن، زعلانين قوي مني في الكونتر. معنا اتصال يا ولاد، تفضلوا. تفضل. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. مع حضرتك عبد الرحمن من الشرقيه يا فندم. اهلا وسهلا باهل الشرقيه الجمال، ربنا يحفظك استاذ عبد الرحمن، اتفضل. الله يبارك لك يا فندم، ربنا يعزك. احنا قاعدين ومتابعين حضرتك والشيخ الجليل وربنا يبارك في حضراتكم جميعا ان شاء الله. امين. احنا بنشكرك، اتفضل. الله يبارك لك. انا كان في بس يعني سؤال، حاجه بسيطه كده، لان انا في واحد زميلي عنده نخلة. نعم. هو عايز يقطعها وعايز يحرقها، فأنا بقول له ده حاجة مش حلوة يعني، فهو بيقول لي هي ملهاش لازمة، فياريت حضرتك توجه له كلمة ولكم جزيل الشكر. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أستاذ عبد الرحمن. الله يسلمك. هل لنا أن نقطع شجرة أو نقطع نخلة؟ هو طبعا حضرتك عارف أن احنا شغلنا في الإعجاز العلمي، والفتوى تختلف من شخص إلى شخص آخر، وتختلف لنفس الشخص من حال إلى حال آخر. ودايما السادة العلماء يعلموننا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن كان هناك مفسدة يعني تقع على الناس بوجود النخلة،
فدرء هذه المفسدة يقدم على المصالح ويزرع نخلة أخرى، أو ممكن النخلة تتشال من مكان وتتحط في مكان آخر، لا حرج. يكون يعني ما يكونش المكان ده يعني منعه من خير لي والأولاد، وما يكونش المكان ده بيضر بيهم. ولكن هذه الفتوى للسادة العلماء، وكلنا عارفين تليفون لجنة الفتوى 107، نتصل نحكي لهم، نحكي لهم الظروف علشان على قدر الحال وعلى حسب الظروف تكون. انا اشعر بك انت حضرتك، لانك لا دائما لا تحب ان تتصدر الفتوى، ولكن نعرف احنا بعتنا له دلوقتي مختصر بانه لو كانت فيها مفسده فله، وان لم تكن فيها مفسده فلا يجوز، ويحكي هذه الظروف الى رقم 107 من اي في دار الفتوى. فبناخد اتصال كمان ونكمل. من الجزائر. تمام، اتفضل. انقطع الاتصال. طب نعتذر لاهلنا في الجزائر. تمام. ويسامحونا معلش. دكتور تحيه لعصرنا الحديث. نعم. اللي ساعدنا في ان احنا النهارده نشوف اشياء لم نكن نستطيع ان نراها من قبل. نعم. لولا هذه المكتشفات اللي اكدت. نعم. على صحه او اكدت على مفردات القران الجميله. نعم. اللي وعدتنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل الله ورحمته ان مر بكوكب الارض عصور كثيره. عندما ينظر إنسان إلى حقيقة من وجهة نظر ثم يراها إنسان آخر من وجهة نظر أخرى ويختلف الرأي عن رأي، يحصل تطاحن غير عادي. هذا موجود إلى يومنا هذا، ولكن خف